إلينا عبر الهاتف الباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمود إسماعيل. دكتور محمود مساء الخير. كما تبعت تصريح المشري بأن المحادثاتهم أفضت إلى تنصيب محافظ المصرف المركزي في ليبيا من المنطقة الشرقية، لكن أغلب أعضاء مجلس الإدارة سيكونون حسب قوله من اختيار مجلس الدولة، وبذلك ضمن مجلس الدولة عدم تغول المحافظة. هل هذا كاف لضمان عدم تغول محافظ المصرف المركزي؟ أعتقد بأن الضمانات المقدمة إلى الآن غير واضحة وغير شفافة وغير كافية، فمن زاوية من المهم جدا العمل على تعديل التشريع الأساسي لما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي إذا كان هناك مدعاة إلى القول بإمكانية أن ينصب شخص. من ذلك يجب أن تقال مباشرة أن يكون هناك نصوص ملزمة تجعل من المحافظ أن يرجع في كافة قراراته إلى لجنة الإدارة، لكن الواقع غير هذا. يجب أن ينظر إلى النصوص لا إلى مجرد الاتفاقيات، لأن المحافظ سيطبق لا يطبق الاتفاقية وإنما يطبق النصوص القانونية التي هي موجودة أمامه. من زاوية ثانية عدم شفافية الإجراء، وهل سيتم اعتمادا؟ نحن نتكلم على توافقات، نتمنى أن يكون هناك شفافية، الليبيون متساوون فيما يتعلق بإدارة المناصب وأن يكون هناك الكفاءة هي المعيار الأساسي الذي أرجع إليه، خاصة ما نتكلم على مبادئ 32 مبدأ كانت في الاتفاق السياسي وكانت في المعايير الأساسية فيما يتعلق بالإعلان الدستوري وأيضا كافة القوانين والشرائع التي يمكن الرجوع إليها. إذن يجب أن يكون معيار الكفاءة والقدرة وأن يكون هناك بدون أن يكون هناك محاصة، هذه المحاصة البغيضة التي يجب أن نخرج من عباءتها، لا بد من الخروج، لا يمكن الولوج إلى إمكانية تستمر هذه المحاصات لأنها غير منتجة للليبيين. نعم فلتطرح الأمور أمام اتجاه خاصة في أن يكون الأكفأ والأقدر والأكثر قربا من ليبيا ومن إشكاليات الدولة الليبية ومن إمكانية أن يلد حلا، لا أن تولد أمور عبارة عن نوع من تقميص الوظائف أو خلق وظائف لأشخاص أو لجهات أو كل ذلك مدعاة إلى تقسيم وطن. إن ذلك حقيقة دلالة على ضحالة العملية السياسية وعدم قدرتها إلى الولوج إلى الإشكال وعدم قدرتها أيضا في خلق حل، مدعاة أيضا إلى القول بأنه ما لم تكن هناك شفافية في طرح الموضوع أمام الليبيين، الليبيون هم المسؤولون على هذا. هذه الأجسام جميعا تعاني من إشكاليات في مشروعيتها وفي شرعيتها، مشروعيتها من ناحية الإجراءات التي تتخذها أو تتخذها وأيضا شرعيتها من ناحية وجودها من عدم. ودعني يقول إنه من لزاما على هذه الأجسام ألا ترجع إلا للليبيين، وإذا كان قد كتبوا شيئا فليرجعوا في استفتاء عاما حتى ولو كان من خلال دوائر. الليبيون يريدون وضوحا ويريدون أجساما جديدة وألا يعاد تدوير القمامة لأن الموضوع خطير وخطير جدا. الليبيون يريدون أن تكون هناك حلولا بحجم الإشكال، طرابلس والمنطقة الغربية التي تغط بالظلام، والليبيون الذين هم ملتهون ما بين منصات القاهرة ومنصات بوزنيغا وجنيف والصراع الدولي ومحاولات حميمة من أجل خلق أفراد أو من خلق حلول. لا أدري، هذه حقيقة عبارة عن نوع من تغييب للليبيين. هذه المنصات نصبت جميعا خارج الوطن، فأين هي منصات الوطن؟ الليبيون يريدون حلا بحجم الوطن وبحجم المعاناة، لكن أيضا يجب إشراك الموجودين على الأرض. ما لم يكونوا شركاء وما لم يفكروا بحل يليق بحجم الإشكال لن يكتب الحل في ليبيا. ربما يلجأ الليبيون إلى ميلاد جسد جديد ألا وهو مجلس انتقالي جديد أو مجلس تأسيسي ينهي هذه الصراعات. هناك مشروع دستور سهل فلتكتب عليه إذا أردوا أن يكون هناك أيضا حلا أو إنهاء الصراع. ليبيا تحتاج إلى حل، ولكن الحلول تكون في تنازلات. من أجل ماذا هذه التنازلات؟ هل لأن المنطقة الجنوبية أو الغربية لا يمكن أن تجد شخصا؟ ربما يكون مباشرة هناك خلل في هذه المعايير، خلل من ناحية الجهوية والمناطقية والفئوية ومحاولة الاستحواذ ومحاولة نقل العاصمة ومحاولة خلق أشخاص وخلق وظائف على قسم على مقاس الأشخاص. إنها قسمة ضيزة لا يمكن أن دكتور محمود ما قاله المشري، سنذهب إلى أي أمل يؤدي إلى السلام ووحدة الدولة الليبية دون التنازل عن المبادئ ودون السماح للعسكر بالاستيلاء على السلطة؟ ما هي المبادئ التي يقصدها المشري في كلامه، خاصة وأن عقيلة صالح هو من مؤيدي عدوان حفتر على طرابلس؟
سنذهب إلى أي أمل؟ نعم مع الأمل، ولكن الأمل المشروع والأمل الذي يكون مباشرة مع ميلاد إنتاج حل. نعم مع أن يكون هناك سلام، ولكن السلام الذي لا يكون ممتدا إلى الذين قتلوا والذين أجرموا والذين أزبدوا والذين أرعدوا والذين شرعوا لما يتعلق بالقتل والإجرام. حقيقة واقعية يجب أن يقال مباشرة، نعم الليبيون وحدة واحدة ويجب أن يتفاوضوا، ولكن التفاوض في إطار المشروع لا مباشرة، لا تنازل على دماء ولا مكانة للتنازل للمجرمين. هناك واقعية يجب أن ننتهجها الليبيون، وهناك إرادة يجب أن تكون قوية للموجودين على الأرض. هناك مدعاة إلى القول بأن الحلول العقيمة لا تنتج إلا أشياء عقيمة، ومن هذه الزاوية لزاما علينا القول بأن ليبيا تحتاج إلى حل بحجم الإشكال. على البعثة أن تستمع إلى الموجودين على الأرض، عليها أن تعي جيدا بأنكم ما لم يكن هناك شراكة فاعلة وقادرة على إنتاج حل، لا أعتقد أنها تنتج. جيد أن يكون هناك نقاش في الموضوع، ولكن اللي يطرح الليبيون في أن يكون هناك معايير دولية ومحلية من أجل خلق الوظائف ومن أجل شغل هذه الوظائف. أما التقميص ومحاولة قدر الإمكان القول بأن هذا القميص لا يأتي إلا لفلان، أو أن ذاك القميص لا ينتج إلا فلانا، أعتقد بأنها قسمة لا يمكن أن تستمر. نحن في قرن أعتقد بأنه قد تجاوزت هذه الأمور من عقب طويلة، لزاما عليهم أن يرعوا وأن يحاولوا قدر الإمكان. جيد في أن يكون هناك وطنيون يريدون حل، وهو أمر جيد، ولكن من المهم أن تكون حلولا وليس ترقيعات، وأن تكون حلولا قابلة للتطبيق، وأن يكون هناك ضمانات. من يضمن عقيلة الذي هرب والذي أخفى مجلس النواب وأخفى أيضا بمعية حفتر سهام سرديوة وقتل ودمر واحتل الشرق والجنوب وحاول احتلال الغرب لولا بطالة وبسالة الرجال؟ من يضمن هذه الإجراءات؟ من الضامن له في المستقبل بأن يحاول قدر الإمكان أن يخرج من الكرسي؟ إنه يتخذ أي قرارات دون العب. نتكلم أيضا على تجارب سابقة، السراج يتخذ قرارات دون الرجوع إلى أعضائه، وحب وعقيلة حيتخذ قرارنا وسيتخذ قرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس. إنها حقيقة محاولات يائسة. ضعوا قانونا وأساسا فيما يتعلق بالموضوع إذا أرد محلا، وأما غير ذلك فأعتقد بأنه ذهاب إلى المجهول ومحاولة للالتفاف، مع أننا مع حل سياسي، ولكن الحل السياسي الذي يكون الموجودون وشركاء فيه، وأن يكون الشعب مستفتا فيه، وأن يكون ذلك متجه إلى إمكانية ميلاد دستور جاهز قادر على إنقاذ الوطن. ليبيا تحتاج إلى حلول، لا تحتاج إلى أفراد ولا تحتاج إلى وظائف. أعتقد بأن قبعة عقيلة صالح لا تسع مشاكل ليبيا. نعم دكتور محمود، يعني الخلاصة إلى ما ستؤول إليه، أو يعني إلى ما ستؤول إليه هذه المحادثات، يعني مجلس النواب بطرابلس الذي تم استبعاده من هذه المحادثات يقول أن هذه المحادثات هي لمكاسب مكاسب لمصالح شخصية وتقاسم المكاسب فيما بينهم، ولا تغلب مصلحة البلاد العليا. إلى أين تذهب ليبيا من خلال هذه المحادثات؟ لا أرى في أن هذه الأجسام تستطيع أن تلد حلا للليبيين، لا أرى في هذه الأجسام قدرة على التوافق فيما بينها بعد 5 سنوات من الصراع فيما بينها. إن إشكاليات الدولة الليبية تكمن في أن هذه الأجسام أعتقد بأنها تحتاج إلى استخراج شهادة الوفاة، وشهادة الوفاة لا يمكن أن يستخرجها ميت، جميعا ميتة، ولذلك لزاما القول بذلك، ولزاما على الليبيين أن يبحثوا عن حل. البعثة الأممية إذا أرادت حلا للليبيين عليها أن تنهي الصراع بإخفاء ما يتعلق بوضوح المعلم الرئيسي فيما يتعلق بالمشهد الأمني، إذا كان حفتر موجودا وعقيلة مسيطرا والمحافظ قد نقل إلى هناك، ما الذي بقى؟ ومع هذا وذاك الحل مطلوب، ولزاما للتوجه إلى حل. الحل يجب أن يكون بمقاس الإشكال، ولبدا التهرب من هذا. من يتحمل الجرائر والقتل والدمار؟ ومن يتحمل الشهداء وأسرهم والضحايا والحروب؟ من يتحمل كل هذا؟ إذا كان هذا لا يستطيعون تحمله، فلماذا يصنعون حروبا؟ ولماذا هذه الدول المتدخلة؟ ولماذا يكون لدينا في الغردقة وفي بوزنيقة وفي جنيف ولا يكون لنا في ليبيا، مع أن ليبيا أكثر منهم مساحة وأكثر منهم قدرة، وهي مصدر الإشكال والألم والأمل. لذلك لزامنا التوجه إلى وضوح الرؤية من قبل البعثة، والتوجه إلى المسؤولين بأن عليهم أن يحاولوا قدر الإمكان الاستفتاء من على الليبيين، وأن يعوا أنهم عليهم أن إيضاح الأمور. نعم لوجود حل، ولكن حل بحجم الإشكال. نكبر أي جهود إذا كانت تريد حلا، ولكن أن يكون مضمونا وأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية، وأما غير ذلك فمرفوض. الباحث في الشؤون السياسية دكتور محمود إسماعيل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.